أعني أمامكم وأمام احتضنه الشعب لأنه ابن الشعب. اليوم نقف بينكم وأمامكم وحملة إقناع الجزائريات والجزائريين بتعهداتنا شارفت على نهايتها، وهذا لنؤكد على الالتزامات التي قطعناها لكم مرة أخرى. طيلة 21 يوم من حملتنا الانتخابية لم نزدد إلا تصميماً وعزيمةً لمرافقتكم للنهوض ببلادنا وتوفير في حال حظينا بثقتكم كل أسباب التنمية، الرخاء والازدهار. ونحن نجوب الجزائر من شرقها إلى غربها، ونصل شمالها بجنوبها، ونحتك بمواطناتنا ومواطنينا في الأحياء الشعبية، في الأسواق، في الساحات العمومية، في القرى كما في المدن، في القاعات وفي رحاب هواء بلادنا الطلق. لقينا منكم كل الدعم والسند، ما يترجم واقعية رؤيتنا للغد وموضوعية إجاباتنا على كل التحديات التي تواجه دولتنا الوطنية. لقد احتضننا الجزائريون حيثما حللنا، وأصغوا إلينا كما أصغينا إليهم، وتلقفوا خطابنا ورؤيتنا. فلنا من المقومات البشرية هنا بالداخل وبالخارج وبإشراك إخوتنا بالمهجر ما يحقق لنا الوثبة والتقدم. لنا من المقومات الطبيعية والحمد لله عليها، ونسأله أن يباركها إن شاء الله، الكثير وما يمكننا من الاكتفاء ويحفزنا نحو النهضة. لنا من رصيد حضاري وخلفية تاريخية ما ينير لنا الدروب ويوضح لنا الرؤية نحو الاضطلاع بدور بلادنا في محيطها وفي قارتها وفي العالم كأجمع. ولنا من تنوع ثقافي طبيعي لغوي سبباً من أسباب القوة والتميز الذي يرفعنا إلى مصف طليعة الأمم. والصور التي قوبلنا بها التي تعكس التنوع الثقافي والتنوع في التقاليد يحفزنا ويلزمنا أن نقوم كما لازم الأمر بثقافتنا وبحضارتنا للوصول لإشعاع ثقافي.